هذا أيضا يقول بأنه كان مريضا ولا يستطيع الوضوء ولا التيمم بالتراب ولا الحجر، ولم يحضر له أحد أيضا شيئا من ذلك. يقول: قد أخرت الصلاة لمدة يومين، فماذا علي أن أفعل؟ هذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، وهي أنهم إذا كانوا مرضى وعلى أسرة العلاج ولا يستطيعون النزول من الأسرة للوضوء وليس عندهم تراب، فإن كثيرا منهم يترك الصلاة بحجة أنه لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، وهذا غلط كبير. الواجب على المسلم أن يصلي على حسب حاله، فإذا لم يستطع الوضوء ولا التيمم فإنه يصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم، لأن هذا منتهى استطاعته. الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة المفروضة على حسب استطاعته، إن كان يستطيع الوضوء فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وإذا كان لا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم، وإذا كان لا يستطيع الأمرين وخشي من خروج وقت الفريضة فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء وبلا تيمم وصلاته صحيحة. أما أن يترك الصلاة فهذا عمل لا يجوز له. نعم، بارك الله فيكم.